أعلنت الداخلية ضبط كل من معتز مصطفى حسن كامل وباسم محمد إبراهيم جاد المتورطين في حادث استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية السابق، ينتمي لحركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، كما أسفرت عمليات تتبع باقي عناصر البؤر التابعة له عن مصرع 4 عناصر خلال مداهمة أبكارهم ومختبئين فيها بأسيوط. يأتي ذلك استكمالا لجهود الداخلية لكشف ملابسات الحادث وما كشفته المعلومات من تورط بؤرة حسم الإرهابية ومصرع 6 منهم. في بداية 2018 كلفني جيمس إني أحدث الملف بتاع موكب مدير أمن اسكندرية، وربطني بشخص اسمه الحركي أيوب، وفهمني إنه هيكون هو المسؤول عن تلبية أي حاجة أنا هحتاجها أثناء ما أنا شغال. طلب مني أيوب إني أصور ركاب مدير أمن اسكندرية، وبالفعل صورته ورفعت التقرير لجيمس. استلمت عن طريق الحركي أيوب عربية متسوبيشي لانسر فضي، وخليت العربية ديت قريبة من البيت عندي لمدة من الوقت قبل التنفيذ، لأن هي ما كانتش لسه اتجهزت. بعد مدة كلمني أيوب وقال لي إني أسيب كلفني إني أسيب العربية في مكان معين علشان تتجهز وتحط بيها يتحط فيها العبوة المتفجرة. كلفت بعد كده بمسؤولية النقل في 5 محافظات، اسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والمنوفية، عن طريق مسؤولي الحركي شهد. اداني صورة بطاقة مرات أحمد عبد العظيم الدمليجي علشان أشتري بيها عربية لانسر. اشتريت العربية، وبعد كده خدت العربية نقلت بيها عبوات متفجرة من الجيزة إلى اسكندرية، وسلمت العربية في اسكندرية بالعبوات. بعد كده عرفت ان التنظيم استخدمها في تفجير مدير